السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كريم عاطف، طالب خريج من حاسبات ومعلومات أسيوط، قسم علوم الحاسب. إن شاء الله ده بارت 3 بالنسبة لفيدريتد انجن داتابيز. النهاردة أو في الفيديو ده هتكلم إزاي أربط الفيدريتد انجن اللي أنا عملتها بسي شارب الأدو. طبعا موضوع بسيط جدا هنشوفه دلوقتي مع بعض. في بارت 1 عملناه اللي هو إزاي أعمل إنيبل للفيدريتد، وبارت 2 كان بيتكلم إزاي يوز الفيدريتد انجن، فهم مرتبطين ببعض، بس بارت 3 زي ما تقول إن شامل التلاتة إن شاء الله مع بعض، او شامل التاني فيديو والتالت، لكن انا مش هعمل انيبل بتاع الفيديو الاول. فياريت لو انت لسه ما عملتش انيبل تسمع الفيديو الاول، لو عندك اي مشكله ابعت لي على الميل او الهانج اوت ان شاء الله او في الكراد بتاعتي. اول حاجه عشان تعمل كونكشن على سي شارب بالفيدريت انجن لازم تديت الكونكشن بتاعك، يعني الكونكشن بروفايدر لازم تخليهم هيكسو داتابيز اللي هي ماي سيكوال، فدي حاجه مهمه. يعني مش انت هتاكسس، يعني انت مش هتعمل داتابيز على الماي سيكوال وبعد كده تروح تاكسس على الاكسس داتابيز، فمهم جدا انت تغير الكونكشن بتاعك والبروفايدر، دي اهم حاجه. تاني حاجه ان انت تعمل اد لماي سيكوال دوت داتا في الريفرنس بتاعك في البروجكت بتاعك. ان شاء الله الكلام ده هنشوفه عامل مع بعض دلوقتي ونطبقه. بس تعال نشوف العمل. اول حاجه انا كريت فورم جديده، يعني بروجكت عادي فاضي ما فيهوش اي حاجه، بس انا ضفت بس الكلاس اللي هو دي بي هيلبر عشان هنستخدمه عشان يبقى مماثل للبروجكت بتاعك، وكريت بروجكت جديد وضفت فيه دي بي هيلبر. ودلوقتي محتاجين ان احنا مثلا نكريت اتنين داتابيز، واحده برايمري او واحده داتابيز رئيسيه والتانيه تبقى فيدريتد، فهنكريتهم مع بعض بعد كده نشتغل في السي شارب. فاول حاجه نعمل كريت داتابيز. طبعا لو يعني لو الفيدريتد لسه ما اشتغلتش عندك يا ريت ابعت لي على الميل او الهانج اوت وان شاء الله نشوف المشكله فين وان شاء الله تتحل ونوفيك الرد بتاعك. فكريت داتابيز نسميها مثلا بي ار 1 ونعمل يوز دي بي ار 1 ونكريت فيها تيبل بسيط جدا، كريت تيبل ونسميه مثلا نيم وندي مثلا اي دي انتجر وندي نيم فارتشار 255، اقفل الكود بتاعك، حدد الانجن ده مهم جدا، اينو دي بي في اينو دي او بي، فانت شوف اعمل شو انجنز وشوف ايه اللي شغال عندك، فهنعمل اينو دي بي ده يعتبر الداتابيز الرئيسيه. فقال لي تمام دلوقتي كمان جدا. تعال نكريت داتابيز تاني اللي هي فيدريتد، كريت داتابيز فيدريتد نخليها واحد ونعمل يوز اف اي دي واحد ونكريت تيبل نفس النيم ونفس البارامترز او الاتريبيوتس اللي موجوده في التيبل اللي انا هاكسس عليه. يعني كريت تيبل نسميه نيم برضو نفس الاسم ونفس كل حاجة عشان يرضى يعمل كونكشن عليه، وبرضو نفس الاتريبيوتس اي دي انتجر، عشان زي ما قلنا فايدة الفيدريتد ان انت لو عندك الداتابيز دي مش موجودة على الجهاز بتاعك وداتابيز عايز تاكسس على داتابيز الرئيسية، فالفيدريتد انجن سامحة لك بكده ان انت مثلا عندك داتابيز على جهاز معين وفي نفس وبتملى الداتابيز اللي موجودة في السيرفر او الموجودة في المكان المعين اللي هو مكان داتابيز الرئيسية. فانت كده عندك اتنين داتابيز، واحده مش يعني واحده بتملى في التانية وانت مش بتملى في الرئيسيه، فدي حاجه كويسه جدا. طبعا لو المفهوم ده عندك مش واصل يا ريت تسمع الفيديو التاني، عمل شرح الفيدريتد انجن بطريقه كويسه، ان شاء الله تستفاد بالفيديو التاني ان شاء الله. فهنكمل نيم فيرتشر اللي هو قصدي بارت 2 اللي هو في السلسله اللي عملها تبع داتابيز. ودلوقتي نحدد الانجن بتاعنا نخليها فيدريتد. دلوقتي تكتب سطر الكونكشن اللي موجود معاك في السلايد، فزي ما قلنا في الفيديو اللي فات انت لو مش عامل باسورد فهتاخد السطر الاولاني، لو عامل باسورد هتاخد السطر الثاني، فانت حدد انت عامل باسورد ولا مش عامل عشان حسب اي سطر تاخده. بس يعني انت حتى لو خدت السطر التاني لو انت مش كاتب باسورد فانت هتشيل مكان الباسورد، فيعتبر نفس الاولاني، بس اهم حاجه انت تعرف انت عامل باسورد ولا مش عامل باسورد في الماي سيكوال بتاعك.
ودلوقتي التيبل نيم هتكتب مكان التيبل اللي انت عايز تاكسس عليه في الداتابيز الرئيسيه اللي هو اسمه نيم، وبعد كده اسم الداتابيز اللي انت هتاكسس عليها واسمها سميناها بي ار 1. بي ار 1 بعد كده البورت، البورت ده ثابت في كل الاجهزه اللي هو 3306. وبعد كده الهوست نيم، انت شغال لوكال هوست. والباسورد زي ما قلنا، لو انت عامل باسورد هتكتب الباسورد بتاعك، لو مش عامل باسورد مش هتكتب الباسورد بتاعك. اليوزر نيم روت. فزي ما انت شايف دوست انتر وقال لي كويري اوكي زيرو رو افكتد، يعني معناها ان الداتا بيز اتكريتد تمام. دلوقتي تعالى نروح للشغل بتاعنا في الماي في سي شارب. هنعمل ابلكيشن صغير جدا عباره عن بوتون وتكست بوكس بعمل انسيرت بيها. ده عشان انت تكبره او تطبق على البروجكت اللي معاك اللي هو كاشير. انت لو طبق يعني لو عرفت الكونسبت ماشي ازاي، هتلاقي نفسك بتطبق عليه بروجكت كبير صغير مش هتفرق معاك. خليها دون او جو، خليها دون دون وانسيرتد ماشي دون كويس. ودلوقتي تعالى نكتب الكود بتاعنا. اول حاجه محتاجين نعملها، محتاجين نعمل اوبجكت او اوبجكت من نوع اللي هو الكلاس اللي احنا موجود معانا اللي هو دي بي هيلبر. فهنروح واخدين النيم سبيس اللي موجود هنا اسمه فيدريتد ويز سي شارب او ويز سي على حسب النيم سبيس بتاعك ايه، وتعمل تكتبه يعني تاخده كوبي وبيست او تكتبه لو انت حافظه، وتكتب دوت دي بي هيلبر وتسمي اسم الاوبجكت بتاعك، هنسميه برضو نفس الاسم او براحتك تسميه دي ال. تمام جدا. بعد كده انت محتاج تعمل سطر كونكشن وسطر البروفايدر. كونكشن سترينج خليها كونكشن. تمام. دلوقتي طبعا كونكشن سترينج اول حاجه بتكتب فيه السيرفر بتاعك. السيرفر احنا شغالين لوكال هوست، لوكال هوست. بعد كده بتكتب البورت بتاعك، واحنا شغالين على بورت زي ما قلنا 3306. بعد كده تكتب اليو اي دي بتاعك زي ما قلنا احنا شغالين على روت. بعد كده لو انت شغال على يعني لو عامل باسورد تكتب الباسورد بتاعك، لو مش عامل خلاص باسورد، لو عامله تكتب باسورد، مش عامله ما تعملوش خلاص. دلوقتي تعالى نفتح الفورم لود. قبل ما نفتح الفورم لود ممكن تكتب، ممكن تكتبش البورد سوري، واهم حاجه في حاجه نسينا نكتبها اللي هي داتابيز. داتابيز والداتابيز اللي هنعمل عليها فيل اللي هي الفيدريتد سميناها في اي اف اي دي 1. دلوقتي الفورم لود، نفتح الفورم لود بتاعتنا. زي ما انت شايف هتلاقي الفورم لود فتحت بالمنظر ده. دلوقتي دي اي ال الاوبجكت اللي عملناه من اللي هو الكلاس اللي هو دي بي هيلبر هنعمل له انشاليزيشن. دي بي هيلبر هتلاقيه بياخد البروفايدر والكونكشن سيرنج. احنا ما عندناش البروفايدر، بس تعالى دلوقتي اوريك حاجه مهمه جدا. تعالى نعمل سيرنج نسميه بروفايدر ونقول له ماي سيكول، او ممكن ما تقولهوش دلوقتي، هوريك دلوقتي هنديله ايه. ونديله اول حاجه بروفايدر والكونكشن سيرنج المتغير اللي عاملينه من نوع جلوبال، سيرنج جلوبال. هو كده تمام، المفروض يشتغل تمام. تعال نروح الدي بي هيلبر هوريك حاجة. شايف انت في البروفايدر نيم اول حاجة بيشك عليها بروفايدر، البروفايدر نيم ماي سيكول. فانت خدها كوبا من هنا بحيث تكتبها زي ما هي، وتروح عاملها بيست هنا بالظبط، عشان زي ما قلنا في فيديو عملناه على السيكوال لايت. فالسيكوال لايت شبه الماي سيكوال في البروفايدر، انت بتكريت انت التيبلز من جديد. فزي ما انت شايف بيكاري تيبلز، لكن مش على طول بياكسس الماي سيكول، لازم يكاري ستيبل الاول. دي الطريقه اللي احنا دي الطريقه اللي هي بتاعت بروفايدر فاكتوري، فانت لازم تاكسسه برضو بالطريقه دي. دلوقتي نشوف انت موجوده عندك السيكوال دوت داتا ولا مش موجوده. هنعمل مثلا نشوف الاد ريفرنس بتاعنا ماي سيكوال دوت داتا او سيستم دوت ماي سيكوال دوت داتا، فمهم ان انت تلاقيها. وممكن تلاقي في الريسنت ماي سيكوال دوت داتا، تعال نعمل عليها اوكي شوف. فزي ما انت شايف هتلاقيه ضاف لي الماي سيكوال دوت داتا عندي. انت لو مش موجوده عندك هتعمل ايه؟
هتعمل هتفتح المانج نيدجت باكج دي، وتروح تسيرش براوز على ماي سيكوال، وتروح تنزل ماي سيكوال دوت داتا. بس انصحك ما تنزلش للاسف ما خليناش احدد الفيرجن. لو انت تقدر تحدد الفيرجن ما تنزلش فيرجن 8، ان فيرجن 8 دي احدث حاجه بتنزل حاجات كتير، فانت حاول تنزل فيرجن اقل منها. زي ما انت شايف بينزل حاجات كتير جدا انت في غنى عنها، فاحنا هي كده كده انا زي ما قلت ان هي اضافت عندي فانا مش محتاج انزلها. فانت هتعمل الطريقه دي. بس لو انت تقدر تحدد الانجن الفيرجن قصدي، اختار فيرجن اقل من 8، بحيث بالظبط هتختار فيرجن اقل من 8 وليكن انت مش محتاج غير السيكوال. فبالظبط هتلاقي بس بتنزل ماي سيكوال دوت داتا، فانت بس هو ده اللي محتاجه، مش محتاج بقى الباكج اللي بتنزل، عشان باقي الباكج ممكن يكون بيبقى فيها ايرور، فانت لا غنى عن الايرور، فانت نزل ماي سيكوال دوت داتا بس. انا ممكن انزله، ماشي ننزله مع بعض. هتلاقي هنا ستايلنج ماي سيكوال داتا 6.7.9. بقى لما ينزل تعالى نكمل الشغل بتاعنا، ندوس على الفينش، يعني هو خلاص كده نزل. فزي ما انت شايف هو نزل عنده اهو. بس طبعا بنصحك بحاجه، لو انت منزل ماي سيكوال 8 فانت خلاص اثبت على اخر اصدار، يعني على حسب الاصدار انت منزله، بحيث ما يحصلش عندك ايرور ان الحته الريفرنس دي ممكن تجيب معاك ايرور. فتعالى نكمل بقى الشغل الكودينج. اول حاجه احنا محتاجين نملى الداتا بتاعتنا، فهنعمل مثلا انتجر اسمه اي دي، ودي مثلا اي كلمه ديفولت يعني براحتك، ونعمل تاني سترينج نيم، ونخليه ياخدوا القيمه اللي هي بتاعه تكست بوكس واحد. ودلوقتي نكتب جمله الانسيرت بتاعتنا العاديه، نكتب الاوبجكت اسم الاوبجكت اللي انت عامله دي ال، انا عامله ايه دي ال، انت هتلاقي عندك موجود اسمه دي بي في الكلاس في الكاشير بروجرام بتاعك او كاشير بروجكت. ونعمل مثلا جمله اكزيكيوت نون كويري، يعني انسيرت في الجدول فيدريتد اللي عاملينه انسيرتد انسيرت. طبعا سينتاكس مهم جدا، وانا بفضل استخدم هوريك بفضل استخدم الدولار ساين في المتغيرات، بحيث هتشوف دلوقتي الكويري بكتبها ازاي. انسيرت انتو اسم الجدول نيم فاليوز، مش بعمل بلس، بسيب الجمله زي ما هي عادي، واي متغير يقابلني زي مثلا اي دي حالا، بروح بعمل استريك سنجل استريك وقوس، واكتب اسم المتغير، اقفل القوس واكتب سنجل استريك. ده يعادل بالظبط ان انت تعمل بلس وتكتب دبل كوتيشن من جديد، اللي هي كده يعادل ان انت تعمل كده كده وبلس، فاللي يريحك اعمله. فانا بحب الطريقه دي، بحس ان هي زي الكوير اللي بكتبها في الكوماند لاين بالظبط، اختلاف بس القوس اللي بعمله في المتغير. ونكتب النيم الاستريك، واقفل القوس بتاعك استريك. اظن كده تمام. تعالى نرن. زي ما انت شايف خد وقت مش عارف ليه. دلوقتي ندي اي قيمه عندك في تكست بوكس، مثلا وليكن كي مثلا كريم مثلا دون. احنا ما عملناش حاجه تبين ان هو عامل انسيرتد ولا لا، فتعالى مثلا نقفل ونعمل مسج بوكس، اللي هو لو فعلا تم الانسيرتد يطبع لي انسيرتد سكسسفولي. دي بس عشان يبين ان انت، عشان بدل ما تفضل تدوس كذا كليك بحيث تعرف ان هو عامل انسيرت فعلا. ولو ما عملش انسيرت فهيظهر لك اكيد ايرور بسبب الاكزيكيوت نون كويري. فزي ما عملنا نعمل مثلا المره دي اتش ام مثلا دون. فزي ما شايف انسيرت كده المفروض عندي تو فاليو اللي هي كريم و اتش ام. تعال نروح للسيكوال بتاعنا ونكتب نشوف الفاليوز، نكتب يعني نكتب الكوماند لاين بتاعنا. اول حاجه احنا مستخدمين دلوقتي البي ار واحد في الاول. تعالى نستخدم اليوز فيد واحد اللي هي داتا بيز اللي عاملينها، اللي هي عمل انسيرتد للقيم دي في جواه، ونعمل سيلكت استريك فروم
اسم التيبل اللي هو نيم. فزي ما انت شايف فعلا سجل واحد كريم وواحد اي اتش ان. دلوقتي تعالى الغرض من الفيدريتد ان انت الداتا بيز التانية اللي احنا ما عملناش انسيرتد فيها يكون فيها قيم دي برضو. فتعالى نعمل يوز بي ار اي واحد برايم يبقى بي ار واحد تمام، ونعمل سيلكت للجدول برضو سيلكت استريك فروم نيم. زي ما انت شايف احنا ما عملناش انسيرتد والقيم موجوده فيها، ده فادر الفيدريتد. فانت المفروض تطبق ده على البروجكت بتاعك في اي تيبلز في الكاشير، المفروض تعمل بيهم الطريقه دي. اتمنى تكون استفدت الفيديو وفعلا عرفت ازاي هتطبق في سي شارب المفروض الجزء اللي اتعمل ده. كان بالنسبه للجزء العملي في الفيديو. طبعا لو عندك اي سؤال او في حاجه ما اشتغلتش معاك ابعت لي على الميل او الهانج اوت، وان شاء الله هوفيك الرد بتاعك وارد عليك على طول. طبعا لو عندك نصيحه بحيث احسن مستوى الفيديوز طبعا انا بشكر ليك جدا، بحيث لو عملت حاجه بره المنهج فاعملها على مستوى كويس والناس فعلا تعجب بيها، فبشكر ليك جدا طبعا. اتمنى لكم التوفيق طبعا جميعا. بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.